السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم وشرب بكم مرة اخرى. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد. اتشرف بكم، واحب انوه على الدورات الموسيقية ايضا، بخصوص الدورات الموسيقية لتعلم العود بالمراحل الثلاثة، المبتدئ المتوسط والمتقدم بآلة العود، وأيضا بالغناء العربي. اللي يحب أنه يتعلم الغناء، طريقة الغناء، طريقة معرفة القرارات والجوابات، تحسين صوته، جاهز، وتقدرون تتصلون برقم الواتساب أسفل الفيديو، وهو عبارة عن 8 محاضرات شهريا بسعر بسيط إن شاء الله. أتمنى لكم الصحة والسلامة، واليوم أعطيكم بالعود شيء بسيط اللي هو سلم الدو، عجم الدو راح يكون أوكتافين، وهو طبعا أنتم تقدرون تبدون دو أو تبدون سبعة. السبعة هي تكون أقوى من الثمانية أو الأسفل، فأنت دائما مر نفسك على السبعة، هذا أقوى يكون. في سلم هو هذا راح يلعب دو مي صول لا سي دو ر مي فا صول لا سي، هذا دو، تمام. وعندك طريقة أخرى اللي هي دو مي فا صول لا سي دو ر مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ر، هذا دو تقدر تنزل. فيصير عندك وتقدر تنزل دو سي لا صول فا مي بصورة بسيطة. طبعا يحتاج إلى تمرين بطيء شوي شوي حتى تقدر تشتغل، يعني أنت ما تقدر تشتغل في بداية أنه لكم. واتمنى من عندكم الاشتراك واللايك، واللي يحب يشترك بدورات موسيقية موجود رقم الهاتف. وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.